السلام عليكم مساء الخير جميعا السيد عدنان تنو هاردي كبير مستشاري الرئيس التركي الاستاذ علي كرد رئيس اتحاد المنظمات الاهليه في العالم الاسلامي سياده المحترم عطاء حنا رئيس اساتذه تخصصي للروم الارثوذكس في القدس الحضور الكرام بدايه اشكر اتحاد المنظمات الاهليه في العالم الاسلامي والجمهوريه التركيه لاستضافتهم مؤتمرنا هذا في اسطنبول. كما اشكركم جميعا لا لحضوركم فحسب بل لكل جهودكم دفاعا عن الشعب الفلسطيني ودرءا للظلم عنه. ايها الاصدقاء، هذه الايام ثقيله لا لبلاء جديد وقع بل لامتداد البلاءات القديمه من استعمار واستبداد. هي أيام ثقيلة لأن الظالمين تكاتفوا على الناس، فتجد استبداداً يستدعي استعماراً، وظلماً إسرائيلياً يلاقي دعماً عربياً، وتدخلاً دولياً يورثنا خراباً إقليمياً. وقد تحالف الظالمون كافة ونسقوا فيما بينهم للحفاظ على نظام الظلم هذا وفي صلبه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. فنظام الأبرتايد الإسرائيلي ظلم أعطي وقتاً ومالاً واطمئناناً طوال عقود فتمأسس وتجبر. ورغم تكشف حقيقته تستغل إسرائيل اليوم صعود يمين متطرف يشاركها رؤيتها وقيمها الأساسية كالعنصرية والتزمت والاستهتار بالقانون الدولي للحصول على اعتراف دولي بحقها في الوجود كدولة أبرتايد بالمضمون والواقع إن لم يكن بالاسم. إن نظام الأبرتايد الذي فرضته إسرائيل لم ينجو منه فلسطيني حيث أقام. الفلسطينيون في إسرائيل والحاملون لجنسيتها يتعرضون للتمييز الممأسس، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية بناء على الدين الموروث، والقانون الدستوري فيها على خلاف جميع دساتير العالم لا يقر مبدأ المساواة بين مكونات المجتمع بل يسمح بالتمييز بيننا على أساس الدين أو الأصل الإثني. أما الفلسطينيون في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 67 فتحكم حياتهم أوامر عسكرية تنطبق عليهم حصراً ولا تنطبق على المستوطنين اليهود الذين انتقلوا للسكن فيها في خلق سافر للقانون الدولي. وتحكم هذه الأوامر كل شيء في حياة الفلسطينيين، فلا الانتقال من قرية إلى أختها ولا حفر بئر ولا حصاد زيتون ولا زيارة قريب ولا دخول مستشفى ولا تعليم ابن أو ابنة يسلم من هذه القيود. وفي غزة الواقعة تحت حصار الخانق يمتد هذا الاستبداد إلى البحر والجو، فهما مغلقان على الفلسطينيين ومفتوحان لإسرائيل بسلاحها الجوي والبحري وما يأتيانه من دمار وجرائم حرب ضد المدنيين العزال. أما الفلسطينيون اللاجئون خارج فلسطين التاريخية وداخلها فلولا دينهم لسمح لهم بالعودة إلى أرضهم وديارهم، لولا دينهم لما هجروا منها أصلاً وأصبحوا لاجئين. أيها الأصدقاء، إن القانون الدولي يملي علينا مكافحة جريمة الأبرتايد أينما وقعت، ويملي ذلك علينا ضميرنا قبل القانون، ليس من أجل إرساء الحق والعدل في فلسطين فحسب، بل من أجل سلامة الإنسانية كلها ومن أجل مستقبلها الآمن على هذه الأرض. تخيلوا معي حال عالمنا
لو اقتدت جميع دوله بإسرائيل، لو تصرفت دوله كما تتصرف إسرائيل. فإذا كان جائزاً أن تقوم دولة على أساس الدين الموروث أو الأصل الاثنين، فسيجوز أيضاً أن يكون هناك دولة لكل المسلمين، دولة لكل الكاثوليك، دولة لكل البروتستانتي والهندوسي والبوذيين، ودولة لكل البيض أو لكل ذوي العيون الزرق منهم. وسيجوز أيضاً قيام كل من هذه الدول بتطهير عرقي للإقطاع على لقائها الدينية والعرقية. إن وجود دولة يكفي المرء نظرياً أن يكون منتمياً لدين معين أو فئة إثنية معينة ليصبح مواطناً فيها، لكفيل بإعادة رسم حدود الكرة الأرضية كلها بالحديد والنار. ولكم أن تتخيلوا المستقبل الذي ستخلفه حرب كونية جديدة كهذه. هذا لمن أراد تخيل المستقبل. أما من قرأ التاريخ فلا داعي له لإعمال الخيال، يكفيه إعمال الذاكرة. فقبل قرن من الزمان كان ثم علماء ينظرون لتراتبية الأعراق، وسياسيون يبنون على هذه النظريات خططاً لاستعباد الآخر أو حتى لإبادته، ومدت سطوتها على العالم دول تسترق الشعوب الإفريقية والأسيوية والسكان الأصليين في العالم الجديد وتنهب مواردها بذريعة أنها موكلة من الله والتاريخ بنشر الحضارة بينما. وانتشرت في أوروبا لاسامية بغيضة أدت إلى قتل الملايين من اليهود الأبرياء فقط لكونهم يهوداً. ونتيجة ذلك كله حربان عالميتان مدمرتان كادتا أن تفنيا أمماً بأسرها، وراح ضحيتهما عشرات الملايين من الناس. هذا ما تصنعه العنصرية بالأرض ومن عليها. الحضور الكرام، تعلمت البشرية من تاريخها فوضعت قواعد أخلاقية ونظماً قانونية لتتفادى العودة إلى شفا حفرة النار تلك. فوقعت أمم الأرض على مواثيق نصت على تجريم الاستحواذ على أراضي الغير بالقوة، وجرمت التمييز بين الناس على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثنين، وأقرت بأن أي مذهب للتفرق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علمياً، مشجوباً أدبياً، ظالم وخطر اجتماعياً. وبناءً عليه قررت البشرية أن جريمة الأبرتايد هي جريمة ضد الإنسانية، وأن على جميع دول العالم أن تكافحها أينما وقعت. إسرائيل لا تريد الالتزام بهذه القواعد الأخلاقية والنظم القانونية. إسرائيل تريد من العالم أن يقبل اضطهادها لغير اليهود في جميع الأراضي التي تسيطر عليها وأن يشاركنا. إن منح العالم استثناءً للحكومة الإسرائيلية وضوء الأخضر لفعل ذلك سيجر على العالم حروباً دينية وإثنية لا حصر لها. فالاستثناء لن يبقى استثناءً، بل سيصبح الشرعة الجديدة للجميع. القرار اليوم قرارنا. هل نناضل ضد الأبرتايد الإسرائيلي وننقذ العالم من ويلات عشناها وكادت أن تقضي على شعوب بأكملها؟ أو نغمض أعيننا عن هذا الظلم لنفتحها بعد فترة قصيرة من الزمن على فجيعة أسطورية الأبعاد؟ هنا لابد من توجيه الشكر لكل من العلامتين الشجاعين ريتشارد فولك وفيرجينيا تيلي، اللذين أعدا أول تقرير أممي يجزم بأن إسرائيل أقامت نظام أبرتايد يخضع له الشعب الفلسطيني كله. وقد بيّن لنا هذا التقرير أيضاً
إضافة إلى هذا الاستنتاج الهام جدا، فساد ثلاث مقولات أو مغالطات عملت إسرائيل وحلفاؤها على تنويجها وإقناع المجتمع الدولي بها خلال نصف القرن الأخير. أولى هذه المغالطات أن معاناة الشعب الفلسطيني بدأت عام 67 عندما قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. حقيقة الأمر أن معاناة الشعب الفلسطيني بدأت منذ قرن من الزمان عندما استهدفت فلسطين وشعبها من قبل استعمار استيطاني سعى لابتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإحلال آخر محله. واستمرت معاناة الشعب الفلسطيني بعد قيام دولة إسرائيل وإنشائها نظام أبرتايد يميز بين الناس على أساس الدين، وتوسعت هذه المعاناة عام 67 باحتلال إسرائيل لسائر الأراضي الفلسطينية ليصبح كل فلسطيني أينما كان خاضعاً لذلك النظام. المغالطة الثانية تتعلق بطبيعة الجريمة التي ترتكبها إسرائيل، فقد دأبت قوى عظمى على تصوير هذه الجريمة على أنها لا تتعدى عدم الامتثال للقرارات الدولية، الأمر الذي يقتضي أو لا يقتضي أكثر من توبيخ أو إدانة من المجتمع الدولي. وقد بين تقرير الأسكوا أن الجريمة التي تقترفها إسرائيل هي أكبر من ذلك بكثير. إسرائيل مذنبة بجريمة الأبرتايد، وهي جريمة ضد الإنسانية، ما يرتب مسؤولية قانونية على كل دول العالم منفردة ومجتمعة للعمل على التصدي لهذه الجريمة وردع مرتكبيها. أما المغالطة الثالثة فتتعلق بطبيعة الحل الذي ينهي الصراع، والذي بات في نظر المجتمع الدولي يقتصر في أحسن صوره على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 67 من خلال حل الدولتين. ويثبت التقرير، تقرير الأسكوا، أن إنهاء الاحتلال لن يكون كافياً لإنهاء المعاناة الإنسانية أو لتلبية شروط القانون الدولي. المعاناة لن تنتهي والصراع لن ينتهي إلا بالمساواة بين الناس وانتهاء الأبرتايد الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني بأكمله. أيها الأصدقاء، منذ صدور تقرير الأسكوا قامت إسرائيل بإصدار عدد من التشريعات لتعزيز نظام الفصل العنصري، أهمها قانون القومية الذي تحدث عنه السيد علي كورت. هذا القانون صدر صيف 2018 فكرس التمييز كركن من أركان النظام الدستوري في إسرائيل. هكذا أصبحت المؤسسات الإسرائيلية ملزمة، ليست مخيرة، ملزمة بالتمييز ضد الفلسطينيين بموجب قانون أساس، أي قانون دستوري يجعل من التمييز مبدأ دستوريا ومن الفصل العنصري قيمة وطنية. في العام ذاته قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما قام وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام فقرر بأن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ليس مخالفا للقانون الدولي. حقيقة موقفان أمريكيان ينمان إما عن جهل تام بالقانون الدولي أو عن قرار الدولة الأقوى في العالم بالخروج على هذا القانون، وهو أمر سيشكل خطرا جسيما على السلم والأمن الدولي. ورغم أن هذين القرارين لا ينشئان حقاً جديداً لإسرائيل ولا ينتقصان من حقوق الشعب الفلسطيني كما هي مقررة في المواثيق والقرارات الدولية، إلا أن لهما تبعات على جدول البدائل المختلفة لإنهاء الصراع. كما تقتضي هذه القرارات، إضافة بالطبع للقوانين الإسرائيلية العنصرية الجديدة، كما تقتضي إعادة النظر في استراتيجية الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه. هل تستمر هذه الاستراتيجية في التركيز على إنهاء الاحتلال من خلال حل الدولتين؟ أم تبدأ بالنضال من أجل القضاء على نظام الأبرتايد الإسرائيلي
أم تركز على كلاهما بالتزامن؟ هذا المؤتمر مصمم ليناقش جميع هذه المسائل والأسئلة، وآمل ألا تقتصر مداولاتنا على تشخيص الواقع، بل أن تتجاوزها لنضع تصوراً للدور الذي يمكن لنا نحن كأفراد ونشطاء وقانونيين ومفكرين ومنظمات المجتمع المدني الذي يمكن أن نؤديه للمساهمة في تفكيك نظام الأبرتايد الإسرائيلي. وهنا يمكن أن يكون لنا في الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في إسقاط نظام الأبرتايد في جنوب إفريقيا تجربة رائدة وملهمة، ولعل مؤتمرنا يسهم في وضع اللبنة الأولى لتشكيل ائتلاف عالمي ضد الأبرتايد الإسرائيلي، ائتلاف يعمل أعضاؤه بالتنسيق فيما بينهم لإزالة هذا الظلم الممتد منذ قرن من الزمن. أيها الأصدقاء، ختاماً، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أعلن باسمكم تضامننا مع شعب فلسطين، كل شعب فلسطين الذي يخضع لنظام أبرتايد واحد متكامل تفرضه إسرائيل عليه. نقول له إن هذا الظلم سيزول عاجلاً أم آجلاً، فلا مكان دائماً في هذا العالم لأي نظام عنصري يفرق بين الناس على أساس العرق والدين، لا مكان في هذا العالم لأي نظام يعتقد بعلو فئة ما على غيرها من الناس. نلتزم أمام شعب فلسطين بأن نبذل كل جهد لنجعل ذلك عاجلاً لا آجلاً. وأقول لزعامات عربية باتت ترى في إسرائيل المنقذ لها من شعوبها، إنكم تخطئون، إنكم تخطئون بحق أنفسكم، إنكم تخطئون بحق شعوبكم، وإنكم تخطئون بحق شعب فلسطين. أقول لهم إن التعامل مع نظام الأبرتايد الإسرائيلي لا يكون بالتحالف معه ولا بمنحه القدس والأقصى وكنيسة القيامة عربون صداقة. إن التعامل مع نظام الأبرتايد الإسرائيلي كما التعامل مع أي نظام للتمييز العنصري لا يكون إلا بمقاطعته ومعاقبته على جرائمه. هذا نظام سيسقط، وعندما يسقط سيسقط معه كل من آزره ودار في فلكه. وأقول باسمكم للشعب الفلسطيني، لست وحدك، إننا وكل الأحرار في العالم معك، ونحن إذ نرى عيون رجالك ونسائك وأطفالك وخطاهم الثابتة نحو حقهم المسيج بالقوانين والأسلاك الشائكة والسلاح النووي والقذائف الفسفورية، نعلم أن العدن في هذه الدنيا ما زال قابلاً للنص، وشكراً لكم.